معلومة طقسية: طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان صوم الآباء الرسل. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. القسمة تقال قسمة صوم الآباء الرسل. التوزيع المزمور 150 بالطريقة السنوي، والمدائح بطريقة صوم الآباء الرسل. ختام الصلوات اسمه إنيمؤو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 28 من شهر بقون المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 283 للشهداء، 567 ميلادية، تنيح القديس البابا ثيودوسيوس البطريرك 33 من بطاركة الكرازة المرقوسية، وكانت مدة رئاسته 32 سنة، منها 28 في النفي بسبب عدم موافقته على مجمع خلق دنيا. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد الأنبا سربامون أسقف نيقيوس، وهي قرية زاوية رزين بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة، أخذ الشعب جسده الطاهر وبنوا عليه كنيسة باسمه، تم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير يا بينا داود النبي، بركاته على جميعنا، فليرفعوا في كنيسة شعبه، وليباركوا في مجلس الشيوخ، جعله بوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها،
ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصاتي، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمعوا صوتي وتكونوا رعية واحدة وراع واحد.
الرحمن. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم يا أحبائي 28 بقونة، وفيه الكنيسة بتعيد بتذكار نياحة البابا سيودوسيوس البطرك رقم 33، واسم سيودوسيوس معنى عطية الله، عشان كده الكنيسة تخصص القراءات بتاعت النهاردة قراءات الراعي الصالح إصحاح يوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح 10. والقراءات ديت على مدار السنة كلها بتتقال حوالي 20 مرة ويمكن أكتر. بيبدأ المزمور كده، مزمور عشية، يقول: حلف الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق. والمزمور كده اللي اتقال دوت، إن كان هو بيتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح الكاهن الأعظم، لأنه برضو بيتكلم عن الرعاة وحاملي الكهنوت، كهنوت المسيح. ودي نعمة من عند ربنا، يقول كده: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. كان المسيح برضو بيدينا نعمه وأمور منه هو شخصيا، كان يقول أنا هو نور العالم، يرجع ويقول أنتم نور العالم أيضا. ونلاحظ برضو في إنجيل عشية الموقف المشهور أو الإعلان قديس بطرس بإيمانه بالسيد المسيح، وربنا يسوع المسيح يديله السلطان، السلطان الكهنوتي ومفاتيح ملكوت السماوات وسلطان الحل والربط. نلاحظ ان ده اول اعلان لتأسيس سر التوبة والاعتراف. يعني في الموقف دوت اللي فيه اعلن بطرس ايمانه بالسيد المسيح والمسيح يديله سلطان الحل والربط، المسيح بكده يأسس سر التوبة والاعتراف، احد اسرار الكنيسة السبعة. ونفس الأمر دوت هيتكرر في إصحاح 18، نفس التأسيس دوت، نفس السلطان دوت هيتذكر للتأكيد ولأهميته. يجي في مزمور باكر، وإن كان القراءات دي كلها بتتكلم بتتخص يعني للراعي، في مزمور باكر يدي أمور مطمئنة ومعزية للراعي، يقول له كده: أمسكت بيدي اليمنى ومشورتك هديتني، بالمجد قبلتني، وأنا فخير لي الالتصاق بالله. بس يرجع في إنجيل باكر يحذرنا المسيح ويدينا أمر مهم جدا، سواء للرعية، سواء للراعي، سواء لكل الكنيسة. يقول كده: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. يعني المسيح بينقل للتلاميذ، ينقل للكنيسة كلها من بعده، المتوقع من العالم وردة فعل العالم من البشارة بكلمة الله. ردة الفعل هنا هتكون الرفض والاضطهاد وأمور صعبة ممكن تحصل لأولاد الله، لكن في نفس الوقت هتبقى أمور معزية ومشجعة جدا للكنيسة كلها، لأن كان رفضوا المسيح هو نفسه شخصيا، فده أمر معزي جدا لأولاد الله لما يتعرضوا للأمور دي، تدافع أن احنا نصبر ونحتمل. وربنا يسوع المسيح يوضح الأمر دوت سبب رفض العالم وبغضته لأولاد الله، لأنهم مختلفين عننا، مختلفين عننا في آرائهم، في أفكارهم، مبادئهم، قيمهم، كل أمورهم، حياتهم كلها مختلفة عننا، فده سبب بغضة العالم لأولاد الله. فمن الطبيعي جدا ان النور الضلمه تكره النور. في رساله معلمنا قديس بولس في قراءات البولس يقول كده الايه الذهبيه اللي كتير مننا يحبها في كورنثوس الثانيه اصحاح 4، يقول كده: لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. يعني الضيقات اللي احنا بنتعرض ليها والمضايقات اللي احنا بنتعرض لها خفيفة وصغيرة قياسا بالمجد المنتظر كل أولاد الله اللي منتظرنا في الملكوت. الضيقة كمان زمنية محدودة، زمنية ومحدودة ومؤقتة قياسا برضو بالأبدية السعيدة اللي منتظرة أولاد الله. ننقل على الكاثوليكون، رسالة معلمنا قديس بطرس الرسالة الأولى،
ويدينا برضو أمر وتنبيه وتوجيه مهم جدا، يقول كده: لأنكم لهذا دعيتم. الدعوة هنا للمين؟ دي للكل. لهذا لأنكم دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، نتبع خطوات ربنا يسوع المسيح. هو المثل الأعظم سواء في احتمال التجارب والألمات والضيقات والأوجاع، هو ساب لينا مثل علشان نحتز بيه ونمشي نتبع خطواته. وفي الإبراكسيس في أعمال الرسل إصحاح 20 يقول برضو كلمة ذهبية جميلة قديس بولس الرسول وهو بيودع بعض الناس اللي كانوا بيبشرهم، يقول كده: متذكرين كلمات الرب يسوع، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأغز. يعني الكلمة دي قالها ربنا يسوع المسيح نفسه، يمكن ما تذكرتش في الأناجيل الأربعة، لكن المؤمنين تداولوا القول دوت: مغبوط هو العطاء أكثر من الأغز. والمجرد يعني العطاء هنا مش مجرد المعنى المادي المألوف للكل، لكن العطاء هنا على مستويات كتيرة جدا، وده دور الراعي هنا بقى. إن العطاء هنا مع الراعي في الاهتمام، في الحب، في الاحتواء، في الرعاية، في أمور كتيرة جدا الراعي هنا بيعطي. نرجع تاني لمزمور القداس، ويبين هنا بقى العمل الكهنوتي ودور الراعي، ويدي تمهيد عن الراعي الصالح، فيقول كده: ليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. ده تمهيد للحديث اللي جاي من يوحنا 10 عن إنجيل الراعي الصالح، لأن في الإنجيل دوت أعلن ربنا يسوع المسيح إنه هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. ومش ده اللقب الوحيد اللي اتقال على ربنا يسوع المسيح، أو التصريح الوحيد اللي قاله المسيح عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. لكن ده في أمور كتيرة جدا وتصريحات كتيرة جدا قالها المسيح، زي مثلا في نفس الإصحاح يقول: أنا هو الباب. يعني كان قال في الإصحاح: أنا هو الراعي الصالح، قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يقول كمان: أنا هو القيامة والحياة. يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة. يقول: أنا هو خبز الحياة. يقول: أنا هو نور العالم. التصريحات دي كلها اللي قالها ربنا يسوع المسيح فيها معاني جميلة. لكن في الإصحاح بتاع النهاردة إنجيل يوحنا 10 كلم أنا الراعي الصالح، يقول: أنا هو الباب. وأنا كان بيكلم بيوجه كلامه لليهود ورؤساء اليهود لمعاني حلوة جدا، لكن هم مش عرفوها. هو كان فيه هنا في ظلال عايز يوضحه المسيح، حصل في العهد القديم. حصل كده إن لو تعرفوا خيمة الاجتماع، وقت ما الله أمر عبد موسى النبي إن هو يصنع خيمة، خيمة الاجتماع علشان العبادة، عبادة الناس لله، اداله مواصفات معينة لخيمة الاجتماع ديت. وفي خيمة الاجتماع قال له تعمل باب، والباب دوت كان رمز لربنا يسوع المسيح. كل مواصفات خيمة الاجتماع كانت بترمز للسيد المسيح، لكن بالأكثر الباب. عشان كده موضوع الباب دوت المسيح يصرح بيه النهاردة، ويقول كده لليهود ورؤساء اليهود: أنا هو الباب. في مواصفات خيمة الاجتماع ديت نشوف أن خيمة الاجتماع عبارة عن سور حوالين داير، والسور دوت من اللون الأبيض، وناحية واحدة بس، ناحية اللي هي ناحية الشرقية، يكون فيها الباب. الباب دوت يكون حواليه السور الأبيض، وأسباط إسرائيل كلهم مجتمعين وساكنين حوالين خيمة الاجتماع. عشان كده اللي يجي يخش للعبادة، يخش خيمة الاجتماع للعبادة، لازم يمشي حوالين السور الأبيض، ويفضل عينيه جاية في السور الأبيض لغاية ما يوصل للباب.
السور الأبيض دوت يدي انطباع للإنسان المؤمن أو الإنسان اليهودي اللي داخل يتعبد لله بأن المسكن ده مسكن الله طاهر ونقي ومقدس، فيبدأ يقارن نفسه بمسكن الله دوت، فحس نفسه أنه إيه؟ مش قادر يجيب اللون الأبيض دوت أو القداسة ديت أو الطهارة دي. وكان السور الأبيض ده رمز للناموس الله أعطاه لأولاده وللشعبه. فإحنا زمان في العهد القديم كان الناموس ما قدرش الإنسان يعمل معاه حاجة، لكنه كان هو اللي بيوصل واحدة بواحدة لإيه؟ للباب. عشان كده في قديس بولس الرسول في رسالة غلاطية يقول كده: الناموس هو مؤدبنا للمسيح. الناموس هو مؤدبنا للمسيح، يعني بيودينا خطوة بخطوة للمسيح، زي السور الأبيض اللي بيودي ويوصل للباب. نبص للباب، الباب بتاع خيمة الاجتماع ليه مواصفات وكلها تنطبق على ربنا يسوع المسيح. أول حاجة في الباب، عايز يقول لنا أن الباب واسع مفتوح للكل. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله بيقبل الكل وفات أحضانه للكل، وده دور الراعي. زي ما قلب الله مفتوح للكل، برضو الراعي الصالح يكون قلبه مفتوح للكل. الباب واسع لكل الشعوب ولكل الأمم ولكل الألسنة، بدون يعني اختصاص حد أو شعب معين، لا، الباب دوت للكل. المسيح أيضا للكل. حاجة تانية، الباب واحد، الباب واحد بطول خيمة الاجتماع. مش هنلاقي إلا باب واحد بس موجود في الخيمة في الشرقية، وهنا المعنى عايز يقول لنا ليس بأحد غيره الخلاص. ده الباب الوحيد والمسيح الوحيد اللي للخلاص. ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. حاجة أخيرة، الباب جميل. شكل الباب بتاع خيمة الاجتماع كان شكله جميل، ألوانه مبهجة، ألوانه مفرحة، وكله ألوان، ويمكن كان كل لون بيشاور على مرحلة أو حاجة معينة في ربنا يسوع المسيح. الألوان ديت لما تبصوا عليها، الألوان بتاعت باب خيمة الاجتماع، هتلاقوا منها الأزرق السماوي، تلاقوا الأبيض، تلاقوا الأرجوان، تلاقوا القرمز. لو بصينا على اللون الأزرق السماوي، عينينا وفهمنا وذهننا يروح على طول ناحية السماء، وده يقول لنا أن المسيح أتى من السماء، يعني هنا ميلاد المسيح. يبقى الدعوة هنا دعوة سماوية، زي ما المسيح جه من السماء هو كمان عايز ياخدنا للسماء. لأن اللون الأبيض، اللون الأبيض رمز للنقاوة، رمز للطهارة، ودي بتشاور على تعاليم ربنا يسوع المسيح. تعاليم ربنا يسوع المسيح اللي كانت في منتهى النقاء. مفيش تعاليم على وجه الأرض في تاريخ الإنسانية كلها زي تعاليم ربنا يسوع المسيح ونقائه. لا، لون الأرجوان، لون الأرجوان ده كان يلبسه الملوك زمان، ده لون ملوكي، وده بيرمز لملك ربنا يسوع المسيح، هو المالك على كل القلوب. اللون الأخير، اللون القرمز، اللي هو لون الدم القاني، وده إن كان يشاور على صليب المسيح ودمه المسفوك لأجل خطايانا. يبقى الألوان هنا ألوان مبهجة، ألوان مفرحة، وكلها بتختص بحاجات تخص ربنا يسوع المسيح. الباب كله على بعضه بيشاور على السيد المسيح. الباب واسع، واسع للكل. الباب واحد، واحد بس به ينبغي أن نخلص، هو السيد المسيح. والباب كان جميل، ومفيش أجمل من ربنا يسوع المسيح. ربنا يدينا ويديك وإن احنا نعيش المسيح يسوع لإلهنا كل مجد وكرامة، الآن وكل أوان للدهر دور كل أمين.